بالنسبة لمفهوم الديمقراطية التي يحاول الغرب تسويقها في مناطق الشرق الأوسط وتحديدا في الدول العربية، هذه سم قاتل، وهذه ديمقراطيتهم رأينا نموذجها في ليبيا، ورأينا نموذجها في العراق، ورأينا نموذجها في سوريا. هذه الديمقراطية هي ديمقراطية للقضاء على شعوبنا، لهم ديمقراطيتهم ولنا ديمقراطيتهم. نحن مجتمعاتنا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم والتقاليد والعادات والأديان، بغض النظر نؤمن أو لا نؤمن بها. ونحن نعرف أن كل مشاكلنا في مجتمعاتنا تحل عبر العلاقات الاجتماعية، وتلعب هذه العلاقات وهذه التقاليد وهذه القيم وهذه الأديان تلعب دورا أساسيا في حل أغلب المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الحياتية اليومية. انطلاقا من ذلك لنا مفهومنا الخاص بحل مسائلنا وبإنتاج قياداتنا، ننتجها بديمقراطيتنا الخاصة، بمبادئنا الخاصة، بقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا. إنهم مجتمع غربي يعتمد 100% على القانون، يصلح عندهم أي شكل من أشكال الانتخابات. نحن مجتمعنا يجتمع 80% على القيم والتقاليد والعادات. إذن لا نستطيع حل كل مسألة إلا انطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار هذه القيم والتقاليد والعادات والأديان. نحن مجتمع شرقي مؤمن بالديانات، مؤمن بالقيم، مؤمن بعادات، بتقاليد، بقضاءات. يعني مفهوم الديمقراطية بيتغير من دولة لدولة، مش مفهوم ثابت؟ ليس هناك مفهوم ثابت للديمقراطية، هناك مفهوم ثابت للاحتكار. إنهم بديمقراطيتهم حاولوا تدمير كل ما نملك في الشرق، وحاولوا القضاء على كل تراثنا، وسرقوا كل ما استطاعوا سرقه، ودمروا ما لا يستطيعون، لكي لاحقا وبعد عشرات السنوات يدعون أن كل الحضارة البشرية عندهم ونحن صحراء. هذا ما يحدث، إنهم يدمرون كل شيء لتصحيح التراث والتقاليد والعادات والفكر، ويدعون أنها مشكلة. من انطلاق من ذلك نقول نحن يجب أن نعود إلى قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا، لأنها كانت هي المؤشر وهي التي قادتنا إلى أن نصل إلى مرحلة من تاريخنا، وفي مصر تحديدا عمره آلاف السنوات قبل الميلاد. ماذا يملكون هم من التقاليد والقيم والتراث؟ لا يحق لهم يعني اعطائنا دروس بالديمقراطيه، نحن نعطيهم دروس بكل القيم والتقاليد والعادات والتاريخ والحضاره. حتى الان كل قدراتهم لا تستطيع تفسير بناء الاهرام. لذلك ندعو ونقول ان كل هذه المنظمات التي تسمي حالها منظمات اجتماعيه ومنظمات اهليه مشكوك بامرها، ونتمنى من الشباب أن لا ينفرد بهكذا أشكال من المنظمات الغربية. لكم منظماتكم ولنا منظماتكم، لكم قيامكم ولنا قيامكم. لنقل لهم عوضنا بسلامتكم بديمقراطيتكم، مع السلامة خذوها معكم. حضرتك قلت ان مارسي اصلا صناعه امريكيه، او يعني جيم على طريقه الديمقراطيه الامريكيه. نحن نقول ان كل الحركات الهجينه على مجتمعاتنا هي صناعه غربيه، وكل حركات لم تستطع الاستمرار في قياده بلادها اذا هي حركات غريبه عن هذا المجتمع. انطلاقا من ذلك نعتقد انها كلها دون استثناء هي انتاج غربي لتخريب المجتمع.